في عالم لا يسلط فيه الضوء إلا على الأسود والأبيض، هناك من اختار السواد كرمز للغموض والعبقرية. الطائر الذي لا يملك ريشاً ملوناً ولا صوتاً عذباً ولا يغرد في الصباح، ومع ذلك يعرفه الجميع، يحشاه البعض ويحتقره آخرون، لكن نادراً من يحترمه حقاً. في هذا الفيديو لن نتحدث عن الغراب الذي ينعق فوق النوافذ، بل عن الغراب الذي يتفوق على البشر في الذكاء في بعض المهام، عن الطائر الذي علم الإنسان كيف يدفن موته، عن ذلك الجاسوس ذو الجناحين الذي يعيش بيننا دون أن ننتبه لحقيقته. من بين آلاف الكائنات التي تشاركنا هذا الكوكب، هناك طائر صغير الحجم، أسود اللون، كثير النعيق، ظنه الناس منذ آلاف السنين نذير شؤم ومبعوث الأحزان. لكن ما لم يعرفوه أن هذا الطائر تحديداً كان مشغولاً بمراقبتنا نحن. نعم، نحن البشر نراقبه بنظرات الريبة، وهو يراقبنا بتحليل نفسي واجتماعي ربما أدق من بعض علماء السلوك. اسمه الغراب، لكن ما رأيك أن نترك هذه السمعة السيئة جانباً ونبدأ نتحدث قليلاً عن من يكون هذا الغراب حقاً؟ ما بين ذكاء خارق وسلوك اجتماعي مذهل وقدرات مدهشة، ستكتشف أن الغراب ليس مجرد طائراً أسود يصدر أصواتاً غريبة، بل هو أشبه ما يكون بكائن من فيلم خيال علمي بجناحين. الغربان تنتمي إلى فصيلة تدعى الغرابيات، وهي من أكثر فصائل الطيور تقدماً من حيث الذكاء. والغريب أن الغراب تحديداً لديه ما يشبه الثقافة. نعم، ثقافة، سلوكيات مكتسبة تنتقل بين الأجيال وتختلف من مجموعة لأخرى. وقد صنف العلماء عشرات الأنواع من الغربان تنتشر في قارات العالم كلها تقريباً، من أمريكا الشمالية وحتى أستراليا، من الصحاري الجافة إلى الغابات الاستوائية. وكأن الغراب يقول لنا أينما ذهبتم سأكون هناك أراقب. الشيء المذهل أن الغربان لا تكتفي باستخدام الأدوات، بل يمكنها ابتكار حلول ذكية لمشاكل معقدة. بإحدى التجارب الشهيرة وضع العلماء غراباً أمام أنبوب زجاجي طويل بداخله كمية من الماء، وعلى سطح الماء قطعة طعام يحبها الغراب. لكن المشكلة أن الطعام كان بعيداً عن منقاره، ولم يكن هناك أي طريقة للوصول إليه مباشرة. هنا جاء الذكاء. بدأ الغراب ينظر حوله فوجد بعض الحصى الصغيرة، فأخذ واحدة تلو الأخرى وأسقطها داخل الأنبوب، ومع كل حصى كان منسوب الماء يرتفع قليلاً حتى وصلت قطعة الطعام إلى الأعلى وتمكن من التقاطها بسهولة. هذا ليس حدساً ولا صدفة، هذا يسمى تفكير منطقي قائم على السبب والنتيجة، شيء لا يفعله حتى بعض أطفالنا قبل سن السادسة. لكن لحظة، القصة لا تنتهي هنا. الغربان أيضاً تحب جمع الأشياء اللامعة والملونة. في أعشاشها قد تجد صابوناً ملوناً، مشابك غسيل، خواتم قديمة، نقود معدنية. الغربان لا تملك حساباً بنكياً، لكنها تعرف تماماً كيف تجمع الكنوز. والآن لنقترب أكثر من حياتها العاطفية. الغراب ليس فقط ذكياً، بل رومانسياً ومخلصاً لدرجة تشعر بعض البشر بالإحراج. يختار الغراب شريكه في الحياة من بين السرب، ثم يلتزم به طوال العمر. وإذا اقترب أحد الذكور من أنثى متزوجة، فالنتيجة؟ مشهد أكشن محترم. الغراب الزوج لا يسكت ويطرد الغريبة بلا رحمة. الخصوصية هنا مقدسة. أما عن تربية الصغار، فالوالدان يتناوبان على إحضار الطعام والدفاع عن العش. وإذا اقترب صقر أو نسر من العش، تبدأ الغربان في هجمة جماعية منسقة، تطير نحوه، تزعجه بجناحيها، وأحياناً تجبره على ترك فريسته. الغربان لا تخاف من الجوارح، بل تزعجها حتى تطير من الملل. هذا يذكرني بحادثة رصدها مصورون في أفريقيا، حيث كانت مجموعة غربان تزعج نسراً ضخماً أثناء تناوله فريسة. في البداية تجاهلها، ثم بدأ يحاول صدها. بعد دقائق من المناورات الجوية المزعجة، قال النسر في نفسه: يا عمي مش مستاهل التعب،
وطار لتحتفل الغربان بكأس الانتصار وتأكل ما تبقى من الغنيمة. ومن بين مئات الحيوانات يعتبر الغراب واحداً من الكلة القليلة التي يمكنها العد حتى الرقم 9. في إحدى التجارب كان هناك جحر أرانب فيه 9 أفراد، وكان غراب ما يراقبه من الشجرة ولا يقترب إلا عندما يخرج الأرنب 9. كان ينتظر بدقة وكأن عنده جدول مناوبات. علماء السلوك وقفوا مندهشين، كيف يستطيع طائر صغير أن يدرك مفهوم العدد بهذه الدقة؟ ليس هذا فقط، بل الغربان تتعرف على وجوه البشر. وفي تجربة شهيرة ارتدى أحد الباحثين قناع وجه وأزعج الغربان عمداً في منطقة سكنها. بعد فترة عاد لنفس المكان دون أن يزعجها، لكن بنفس القناع. الغربان تذكرته وهاجمته فوراً، ثم عاد مرة ثالثة بقناع مختلف ولم يتعرض له أحد. الرسالة كانت واضحة، نحن لا ننسى الوجوه ولا نغفر الإساءة. هل ذكر الغراب في الكتب المقدسة؟ نعم، في القرآن الكريم يذكر الغراب في قصة ابني آدم. عندما قتل أحدهما الآخر لم يعرف كيف يدفنه، فأرسل الله غراباً يحفر الأرض ليريه كيف يواري جثة أخيه. مشهد مؤثر، طائر يعلم الإنسان أول دروس الكرامة بعد الموت. في سفر التكوين في الكتاب المقدس كان أول طائر أرسله النبي نوح من السفينة بعد الطوفان غراب. لكن الغراب لم يعد مباشرة، ربما قال لنفسه السماء واسعة سأستكشف قليلا. أما في الأنفال الشعبية فقد أخذ الغراب نصيبه من الظلم والسخرية. يا ما جاب الغراب لأمه، طار غرابه تعني شيب الشعر، لكن الحقيقة أن الغراب لا يستحق هذه السمعة. هل تعلم يا صديقي أن الغراب يمكن أن يعيش في جماعات لها نظام اجتماعي معقد؟ لكل فرد دور وتقاليد ومناطق نفوذ، وإذا مات أحدهم تقف باقي الغربان حوله بصمت يشبه الحزن أو التأمل. هل هي طقوس جنازة؟ ربما، أو على الأقل لحظة احترام. وهناك مئات الأنواع من الغربان، بعضها بلون أسود نقي وبعضها يحمل طوقاً أبيضاً حول الرقبة. هناك الغراب النوحي والغراب الأسهم والغراب الأسترالي والغراب الأبيض الرقبة وزاغ تشيواوا. نعم، يوجد غراب اسمه تشيواوا ولا أحد يعرف لماذا. وأحد أندر الأنواع التي انقرضت هو غراب مبرقش من أيسلندا، وكان بريشه الأبيض والأسود يبدو كأنه طائر يرتدي بدلة رسمية في عرس. بعض أنواع الغربان تعيش في جزر منعزلة، وبعضها يسكن المدن ويعرف كيف يتعامل مع إشارات المرور وكيف يفتح الغطاء عن حاوية القمامة بشكل أفضل من بعض البشر للأسف. وفي نهاية رحلتنا قد تكون رأيت الغراب عشرات المرات، وربما كنت تظنه مجرد طائر مزعج، لكن الحقيقة أنت تنظر يا صديقي إلى واحد من أذكى الكائنات على هذا الكوكب. الغراب ليس مجرد طائر، بل منظومة معقدة من السلوك، الذكاء والقدرة على التكيف. ففي عالم مليء بالتطورات الغراب لا يبني مصانع، لكنه يبني الأدوات. لا يكتب الشعر، لكنه يبقن المراقبة والتحليل. لا يلبس بدلة، لكنه يعرف من هو العدو ومن هو الصديق. وفي المرة القادمة التي ينعق فيها غراب من شجرتك لا تتشائم، فربما هو فقط يلقي تحية الصباح أو ينتظرك أن تضع بعض المكسرات على الشباك. في النهاية يا صديقي أتمنى أنك استمتعت واستفدت من القصة العجيبة حول الطائر الرائع المسمى الغراب. أخبرنا في التعليقات عن المواضيع التي ترغب بأن تشاهدها. نتمنى منك الإعجاب بالمقطع والاشتراك بالقناة لتقديم أفضل ما لدينا. نعدك بمقاطع قادمة مليئة بالتشويق والفائدة. إلى اللقاء.